اختتمت فعاليات التمرين الوطني المشترك حرس المملكة واحد الذي أجري في مجمع السيف التجاري بمشاركة قوات من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. شهد العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، قائد التمرين الوطني المشترك حرس المملكة واحد، وبحضور عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين وخبراء من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ختام فعاليات التمرين والذي أجري في مجمع السيف التجاري اعتبارا من مساء الثلاثاء 5 ديسمبر وحتى صباح الأربعاء 6 ديسمبر عام 2017، وذلك بمشاركة قوات من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني في إطار العمل على تعزيز العمل العسكري والأمني المشترك كأساس في مكافحة الإرهاب وحفظ أمن وسلامة الوطن. وقد ألقى الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، قائد التمرين الوطني المشترك حرس المملكة واحد، كلمة بهذه المناسبة. سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مدير التمرين الوطني حرس المملكة واحد، أصحاب السمو، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشيد بدعم سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في نجاح التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد. كما تقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا التمرين من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والنيابة العامة. لا شك بأن موضوع الإرهاب أصبح الشغل الشاغل لمعظم دول العالم ودول المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، لذلك فقد تشكل مفهوم الإرهاب بمفهوم الجديد، مما جعل القوات المسلحة لهذه الدول تعي بشكل كبير أهمية إعداد وتجهيز قواتها لمواجهة الإرهاب، حيث أصبحت أساليب المنظمات الإرهابية جديدة ومبتكرة وأكثر احترافية. بنيت فكرة مركز مكافحة الإرهاب المشترك على توحيد جهود جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب من حيث تنسيق التدريب والعمليات والإجراءات بشكل يضمن تطوير أساليب مكافحة الإرهاب والوصول إلى احترافية العمل المشترك من أجل القضاء على آفة الإرهاب والإرهابيين في مملكة البحرين والحفاظ على سلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. بعد ذلك قدم الرائد الركن عمار علي القشار منسق التمرين إيجازا تضمن مجريات وتسلسل الحوادث الخاصة بتمرين حرس المملكة واحد. بعدها بدأت فعاليات التمرين، حيث أظهرت القوات المشاركة مهارات عالية وتطبيقات عملية متميزة عبر مختلف مراحل التمرين، مما يعكس أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية والانسجام والتعاون بين القوات المشاركة في إطار منظومة متكاملة تجعل منها درعا منيعا وسندا قويا للتصدي للأخطار الإرهابية. وفي ذات الإطار تم الاطلاع على عدد من مواقع التمرين والإجراءات التي تضمنتها منذ بداية الفعاليات وحتى الانتهاء من التمرين. وفي ختام التمرين أعرب العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والتوجيهات الحثيثة لإنجاح التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة. كما عبر سمو قائد الحرس الملكي عن تقديره للمشير الركن معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لدورهم المتميز في إنجاح التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد.
كما حيا سموه ضباط وأفراد القوات المشاركة على جهودهم المخلصة فيما قدموه من أداء متميز واحترافية ودقة في التحضير والتخطيط والتنفيذ لهذا التمرين الحيوي، بما ساهم في إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. كما تقدم سمو قائد الحرس الملكي بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا التمرين، ومن بينهم النيابة العامة كمشرع قانوني والتعاون الكبير والملموس من إدارة مجمع السيف التجاري، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لما فيه خير الوطن. الحقيقة هذا التمرين الوطني الأول من نوعه حرس المملكة واحد، تمرين يثلج الصدر حقيقة لنا كمسؤولين أمنيين في مملكة البحرين. نرى ضباطنا وأفرادنا يطبقون على مستوى مشترك بجميع الأجهزة الأمنية موجودة في مملكة البحرين. هذا تدريب كان صار له مدة 6 شهور، جمعنا هذه القوات كلها مع بعض، تفاهمنا، وحدنا مفاهيمنا، والآن هذا هو الاختبار الأقصى لهم اللي هو اختبار واقعي. أفراد عمرهم ما شافوا هذا المنظر، ما كانوا يعرفون شنو السيناريو، لكن اضطروا أنهم يتعاملون معه بكل واقعية وكل احترافية الحقيقة، من جميع المراحل، من ردة الفعل الأولى إلى الفرز القانوني والتشريع وإلى آخره من هالأمور. فهذه مراحل طويلة عريضة شهدناها اليوم، والحقيقة أقول لك جماعتنا محترفين ولله الحمد. طبعا هي فكرة استلهمناها من توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة، ان الان احنا اصبحنا نواجه الارهاب بشتى اشكاله. ضرورة اليوم توحيد المفاهيم والاتصال والقيادة والسيطرة مع بعضنا البعض، سواء كنا قوى الدفاع، وزارة الداخلية، ام الحرس الوطني. فهذا اصبح اليوم يعني واجب علينا ان احنا نقوم به ما دام عندنا الوقت وما دام عندنا القدره والطاقه. فالحمد لله جات الامور بسلاسه بحكم القاده الموجودين اللي متفهمين الوضع هذا، الذين هم يفهمون هذا العمل، سهل لنا العمل والاجراءات كلها. فاحنا كتبنا جميع الاوامر الثابته، وحدنا مفاهيمنا كلها، والآن اليوم تشوف أنت شيء صراحة نفتخر به من جميع الأفراد اللي طبقوا في مجمع السيف، طبقوا بشكل يعني فاق حتى توقعاتنا. طبعا بعد هذا التمرين هو مواصلة التدريب في مركز مكافحة الإرهاب، التطوير. وطبعا احنا كان عندنا مراقبين من دول عدة في هذا التمرين وذو أصحاب خبرة عالية، راح ناخذ تقاريرهم وراح نبني عليها. فاليوم المستوى المحترف اللي انت شفته راح تشوفه ان شاء الله ملمع اكثر باذن الله. الحمد لله على انجاز التمرين بنجاح. حبيت ان اشكر سيدي جلالة الملك على دعمه للتمرين هذا ومتابعته الدائمه. وطبعا يعني التمرين هذه لولا القياده العامه والوزاره الداخليه والحرس الوطني ولما ما كان استوى. والحمد لله بجهد ومتابعة قائد الحرس الملكي أعطانا الدعم لإنجاز هذا التمرين. أما بالنسبة عن أهميته كاختلاط القطاعات كلها، مثل ما تشوف أنت إحنا اليوم في هالتمرين كقائد للتمرين ما كان يهمني التكتيك داخل المجمع كثر ما كان يهمني التنسيق، واللي هو بداية هالمركز هذه كان أساسا للتنسيق بين القوات والقطاعات. فالحمد لله هذا اللي أظهرنا اليوم، حسن التنسيق بين القوات والاتصال الدائم بينهم، وهذه كان جدا مهم بالنسبة لنا. أما بالنسبة حق الأمور الثانية مثل ما تقول التكتيك والأمور يعني القطاعات الباقية هم تكتيكهم، هذه نقدر احنا نعالجها في التمارين، نعالجها في الأمور الثانية. أما بالنسبة للتنسيق والقيادات هذه كان أهم شيء عندنا، اللي هو التحكم بين القوات. طبعا احنا مركز مكافحه الارهاب هو فقط كان مجرد للتجربه الين ما نقوم بتمرين نفس هذا. ان شاء الله اذا تمت الموافقه على المركز وتم التنسيق مع قوه الدفاع ان شاء الله، فبيكون المركز استمراريه التمارين المشتركه بيننا بين القطاعات كلها، وان شاء الله بنكون يعني تمرينين في السنة إن شاء الله. نعم. تمرين كبير مثل مجمعات، مدارس، مستشفيات اللي يكون، أو التمرين الثاني يكون على مستوى أصغر،
ومجاميع أصغر. الواحد مثل ما يقول ما يخاف من إظهار الإمكانياته للخبرات اللي ويانا. إحنا اليوم كان عندنا 4 دول ويانا، فناخذ من خبرتهم، ناخذ من شنو رأيهم في التمرين، شنو رأيهم، شنو ممكن نطور. فحطينا محكمين ومراقبين مع كل مجموعة مع كل قطاع، ومن هالمراقبين هم يعطونا في النهاية البريف كامل اللي شنو احنا ممكن نطوره ونعدله في التمرين. فاحنا الحين ان شاء الله بنقعد وياهم وبنتكلم ان شاء الله، بناخذ نقاطهم وبنشتغل عليها ان شاء الله في المستقبل. بداية نهني سمو العميد الركن الشيخ ناصر على الانجاز الكبير للاعداد والتحضير لهذا التمرين اللي الحقيقة يرسم استراتيجية واضحة لمكافحة الارهاب، واللي لم كل هالقوات اللي تكون في تعاون مشترك. والحمد لله اللي التمرين برز بنجاح كبير، وهذا يدل على أن اهتمام كبير من القيادة الرشيدة، والحمد لله أن البحرين فيه رجال تقدر تحفظ الأمان، ويدل على أن هناك وعي وإدراك لكل مواطن في البحرين ومقيم لهذه التمارين. وإحنا نشكر الحقيقة القيادة على هذه المساندة لتحت هذه التمارين، وإن شاء الله يكون البحرين بكل خير وأمان. من النادر جدا أن هذه القوات تحصل الوقت والفرصة والمكان أنها تعمل بالشكل اللي شفناه في التمرين. من المهم جدا إحنا في نعيش في وقت حقيقة العالم كله يشهد تنامي ظاهرة الإرهاب، واليوم أصبح الإرهاب يعني معقد وليس كما كان في الأمس سهل وبطيء وأحداثه بطيئة. اليوم مثل ما شفنا في دول كثيرة حدثت أن يكون يعني عمل الإرهاب سريع وفوري، فهذا يحتاج صراحة قوات تكون جاهزة على قدر كبير من الكفاءة، حيث أنها تعمل في بيئة قد تكون صعبة. اليوم تكلمت عن مجمع تجاري فيه أعداد من الناس المدنيين، ومنطقة مساحته كبيرة تحتاج لعدد كبير من القوات السيطرة عليه. حقيقة التمرين أقيم بنظرة استراتيجية يعني متقدمة جدا. أنا يعني أهني كل من كان له أي دور في إجراء هذا التمرين. طبعا هذا التمرين يعطينا نظرة على التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات العسكرية والأمنية، وهذه طبعا ثمرة تدريب مشترك. اليوم أعطانا فرصة أن نشوف تمرين واقعي حقيقي يمثل مجمع يعني فيه ناس وفيه المحلات كلها. هذه طبعا القوات ما تحصل فرصة أن تطبق مثل هالتمرين في التدريب، لأنك أنت صعب أنك تجيب مجمع وتخلي من الناس. فهذه حق القوات الأربع فرصة يعني ممتازة يطبقون فيه التعاون بينهم ويطبقون فيه المهارات اللي تدربوا عليها. وكانت قد انطلقت مساء أمس فعاليات التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد بمجمع السيف التجاري، وذلك بمشاركة قوات من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، فيما كانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التمارين التحضيرية التي شهدت فرضيات متنوعة من مجال مكافحة الإرهاب. ووفق تقارير أصدرتها اللجنة الإعلامية للتمرين، فإن مكافحة الإرهاب عمل جماعي غير مقتصر على قطاع أو جهاز بعينه، وعليه فإن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية أمر حتمي تفرضه الخطط الموضوعة والعمل الميداني المنظم. ومن هنا جاء التمرين الوطني المشترك لمكافحة الإرهاب حرس المملكة واحد ليعمق الفكر المشترك تخطيطا وتنفيذا، بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات بين القوات المشاركة. ومن المتوقع أن يسهم التمرين الذي يجري وفق فرضية معينة وفي مدى زمني محدد في رفع درجات التعاون والتنسيق بين القوات المشاركة وإبراز القدرات الاحترافية والجاهزية القتالية، وكذلك تعزيز دور منظومات القيادة والسيطرة بهدف التصدي لمصادر التهديد المختلفة. كما تشير المتابعة الميدانية إلى أن تمرين حرس المملكة واحد يمثل حلقة إضافية في الفكر العسكري والأمني المدروس، وستكون نتائجه بمشيئة الله واعدة وإيجابية، لأنها مجابهة الأخطار وفق خطط علمية وميدانية وسيناريوهات واقعية، جدير بتعزيز آليات الوقاية والتقليل قدر الإمكان من الخسائر.